طب ما بعض الناس بتقول لك تستاهل، هي كانت مستنيه ايه يعني لما تقعد تعمل فيديوهات دي عشان لمؤاخذه معرضين ومش رجال، ومفروض كانت هي ته. وانا قلت لها اذا كان انا محمد طلعت بره عشان افضحهم. ايه دول عالم متخلفه ما بتفكرش ما بتركز ما بيرعيش ان راجل يعمل فيه ايه وست يعمل فيه ايه، ده بياخد اي حد. وانا معاك لحد اما ترد، وهفضل وراها كل يوم والله العظيم. هسيب قضيه مصر وهمسك في قضيه رضوان، تطلع ترد وتعمل لي فيديو كل كده وشوفها في البيت، مش ترد على التليفون ولا لها ردي وقول لي انا كويسه وبخير. ما باخدش من الكلام ده، كلام قديم وبلدي عارفه بتاعهم. طب لو طلعوا لك فيديو يا محمد، طب لو طلع لك فيديو كمان يومين لرضوى بتقول انا كويسه اهو انا بقى بكلمك كل يوم يا استاذ محمد، فهتبقى معايا على الخط تبقى مطمن. فاكيد مش في السجن هيفتحوا لها الخط، ما انا بكلمها كل يوم بطمن عليها كل يوم. ايوه لو طلعت فيديو بعد شويه وقالت انا محمد انا كويسه اهو، محمد ده كذاب وقناه مكملين كذابه وانا كويسه وبخير والحاجات دي، هيبقى رد فعلك؟ اتبرت مني برضو وضغطوا عليها، هقول لها افتحي لي الفيديو وريني كده فيديو كل كده لكل المكان وخلاص وشكرا. مش هسيبها برضو، عارفه هددوها وهكمل، ولازم كل يوم تكلمني من البيت. هم بيتصلوا بيها دلوقتي برضو انا هقول لها رضوى كل يوم كلمني من البيت، رضوى بتحبني جدا جدا وانا بحترمها وبحبها جدا جدا، هتكلمني كل يوم من البيت، هقول لها كل يوم كلمني من البيت، هيخلوها في البيت موافق، يعملوا عليها الحراسه وهي تبعد جوه البيت موافق، بس مش هتروح السجن. طب هل تفتكر يا محمد انه نظام دلوقتي الوفد بتاعه في الامم المتحده عشان يتكلم على ملف حقوق الانسان، هل تفتكر النظام ده بالغباء لدرجه ان هو يعمل جريمه زي دي ويقبض على بنوته زي رضوى وهو في الامم المتحده دلوقتي في جنيف بيتكلم على حقوق الانسان ونظافه سجل مصر؟ هل تعتقد النظام بالغباء ده؟ طبعا النظام بالغباء ده، والا كان قعد اسبوع عشان يردوا عليا عشان زنقته. نظام غبي جدا، انت مش شايف اللي حصل ايه؟ اذا كانت المعارضه مش عارف انا مين وهو مش عارف يساويني على مين. ما انا بحاربه ليه؟ وانا قلت انا براسي هجيبه الارض وهجيبه الارض. طيب نظام غبي، هو انت شايف ان ده نظام ذكي؟ مش شايف طلع راجل بيعترف؟ ما هو حاجه من الاثنين يا استاذ محمد، يا اما يكذب على الجيش وعلى المقاولين وعلى السب كونتراكتور كانوا بيشتغلوا معايا غير الموظفين اللي عندي في الشركه، ولا بعملش اصول، يبقى يطلع راجل الى مؤاخذه، راجل مش محترم.